صدقة الفطر واجبة لحديث ابن عمر في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فهي تجب على المسلمين الصغير والكبير، الحر والعبد، صام أو لم يصم. فقد يكون هناك من هو كبير في السن لم يستطع الصيام، فتجب عليه زكاة الفطر، لكن يشترط أن يفضل صاع عن يوم العيد وليلته،